كوبين طحين، كوب زبدة، ربع كوب ماء، شوكولاتة 400 جرام، طبعا الشوكولاتة 200 ملي جرام، 200 ملي كريمة، نص كوب بندق مجروش، تفاح، كم العدد يا شيف تفاح؟ تفاحة على حسب التفاحة وملعقتين كبار ليمون. إذا التفاح أول شيء التفاح قطعناه ترنشات بعدين حطينا عليه مي بتغلي ونترك تركناه عشان يبرد. هو صراحة لازم يتحط في الميكروويف دقيقة، لو مش هنقدر نحطه في الميكروويف ممكن نحطه بس على النار لغاية ما احس انه طري. اوكي. فهو بيبقى عايز شوية وقت، انا لان ما فيش وقت فحطيته على النار شوية صغيرين. تمام. هون ال استنى بقى دلوقتي. طيب. عملنا حاجة تانية احنا برضو قبل الفاصل. حطينا الكريمة السخنة، حطينا عليها الشوكولاتة وطفيت النار. تمام. وسبتها شوية، وبعدين ده بقى القوام بتاعها ولسه هتتخن كمان. حلو. عن كده شوية لما تبرد. تمام. تمام. فده قوام الشوكولاته والكريمه. هاخدهم دلوقتي احطهم في كيس لانه اسهل، نحطهم في كيس ونبتدي نملى بيهم الترتات بتوعنا. الترت احنا عملناه كتير جدا 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 جدا، لو حد عايز ان احنا نعمله تاني بنعمله في حلقات جايه، بس هو دايما زي ما بقول عيار الطحين ضعف عيار الزبده، عيار طحين ضعف عيار الزبدة. ودايما بنفرك فرق، لازم الزبدة تكون باردة، بنفركها مع الطحين لغاية ما بنحس انه كل الطحين وصله من الزبدة، وبعدين بنحط ربع كوباية مية برضو باردة، باردة الزبدة باردة والمية باردة، وبعدين بنفرده بعد كده على ورق او على طحين، نفرده وناخده نحطه في قوالبنا بقى اللي احنا عايزينها، صغيرة كبيرة زي ما احنا عايزين. تمام. طيب دلوقتي هنقطع بس الكيس ونبتدي نحشي قوارب الترت. بنعمل ايه دول لانهم صغيرين فانا ما حطيت لهمش ورق، يعني ما حطيت لهمش اسفه مكسرات علشان ما ينفشوش لانهم صغيرين وبيستووا بسرعه. تمام. فدول بس بتخرمهم بالشوكه، بدخلهم الفرن على درجه حراره 200 لغايه ما بيحمروا، بطلعهم على طول. تمام. دلوقتي زي ما انتم شايفين طبعا هو الاول كان رفيع جدا بس كان قاسي، مهما كان طري هو مش طري علشان نعمل اللي احنا عايزين نعمله بيه. دلوقتي شوفوا بعد ما حطيته في الميه بقى ازاي طري خالص. هنعمل ايه بقى؟ هاخده دلوقتي هلفه على شكل ورده. بص ازاي، شايف؟ هلفه بالشكل ده على نفسها كده. شايف كده اهو، كده كده كده. حلو. وبعدين باخد كمان واحده بحطها مع برضو، دايما القشره هي اللي فوق، بحطها كده وبكمل لف. صارت ورده جوري ولا لسه؟ هتبقى دلوقتي ان شاء الله. نحطها كده ونبتدي نكمل، بس انا مش عارفه اشتغل بده. نبتدي نكمل اللف بتاعنا. انا بلف بالعكس على فكره، برتاح في العكس اكتر. لغايه ما نعمل شكل الورده اللي احنا عايزينه. تمام.